جل فضائله رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه، والحديث عند البخاري من رواية البراء ابن عازب أنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر رافعا طرف ثوبه بيده حتى بدت ركبتاه، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إن صاحبكم قد غامر، يعني قد وقع في أمر فيه حرج وفيه خطورة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه. الصحابة رضي الله عنهم غير معصومين، وهم بشر يقع منهم ما يقع من سائر الناس. فالصديق يخبر أنه حصل بينه وبين الفاروق شيء، قال: فأسرعت إليه، أي تكلمت معه بكلام شديد، ثم ندمت فأتيته وطلبت منه أن يغفر لي فأبى. الصديق طلب من الفاروق أن يغفر له وأن يعفو عنه فأبى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فقال: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراوي. فجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمعر، أي يتغير، حتى أشفق الصديق رضي الله عنه وجثى على ركبتيه وقال: والله يا رسول الله، أنا كنت أظلم. يا للإنصاف عند أولئك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بماله ونفسه، هلا أنتم تاركوا لي صاحبي، هلا أنتم تاركوا لي صاحبي. إذا كان هذا الخطاب لعمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر، فما بالك بمن دونه؟ فأين هذا من أناس أطلقوا ألسنتهم في الصديق وكفروه وسبوه ولعنوه؟ ويحق لنا فوق هذا المنبر أن نقول: رضي الله عن أبي بكر، ولعن الله جل وعلا من تكلم فيه بسوء أو سبه أو آذاه، وكذلك لعن الله عز وجل من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو انتقصهم أو ذكرهم بغير الجميل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، والآل الطيبين الطاهرين، والصحابة الغر الميامين، ومن سلك سبيلهم واعتقد عقيدتهم
وسار على منهاجهم إلى يوم الدين. أما بعد، روى الإمام أبو داود في سننه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى النفقة، طلب من أصحابه أن ينفقوا وأن يتصدقوا، قال: فوافق ذلك مال عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته. قال: فجئت بنصف مالي. تصور معي أنه جاء بنصف ما يملك صدقة في سبيل الله، وكانوا في تنافس ومسابقة في الخيرات والطاعات والقربات، لا على وجه الحسد، إنما مسابقة في مرضاة الله. فجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله وهو يظن أنه سيسبق الصديق، فجاء الصديق رضي الله عنه. قبل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم مثله، يعني نصف هذا المال. فجاء الصديق رضي الله عنه بماله كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. حتى قال عمر: فقلت: والله لا أسابقك أبدا. عمرو بن العاص في صحيح مسلم استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عليه ويبتسم في وجهه ويحدثه، حتى ظن رضي الله عنه أنه أفضل الصحابة. قال: فقلت: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: قلت: ثم من؟ قال: عمر. قال: فعد رجالا وسكت خشية أن يجعلني في آخرهم. وهذا نص صريح أن أحب الرجال إلى سيد الرجال صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي جمع من الفضائل والخيرات من الإخلاص لله عز وجل والصدق، ومن رقة القلب، ومن قوة الجنان ورباطة الجأش وقوة الشخصية، ما لو قرأ الإنسان في ترجمته لرأى عجبا عجابا. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضيلة الصدقة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة أو قال الجهاد قبل ذلك دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. لما سمع الصديق هذا الكلام وأن الناس يدعون بحسب أعمالهم كل وما اجتهد فيه، قال الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي، ما على الرجل من ضرورة إن دعي من تلك الأبواب؟ يعني لو هل هناك ضرر أن يدعى بعض الناس من جميع الأبواب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم، إني لأرجو أن تكون منهم. ولذلك
روى الإمام أبو داود أيضا في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. وبهذه المناسبة نسمع بعض الناس أحيانا إذا قال أنا يقول أعوذ بالله من كلمة أنا، وهذه الاستعاذة لا وجه لها ولا تنبغي. فالإنسان إذا أراد أن يخبر عن نفسه أنه فعل شيئاً أو أنه ذهب أو جاء وقال أنا، لا داعي لأن يقول أعوذ بالله، لأن كلمة أنا لا حرج فيها إلا إذا كانت في مقام الكبر والترفع، كان يقول أنا خير منه، فهنا تذم هذه الكلمة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق منكم اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. فهذه الخصال وتلك الفعال لا يقوم بها إلا مثل أولئك الرجال رضي الله عنهم وأرضاهم، أولئك الفضلاء الأخيار. هنيئاً لمن عرف قدرهم وعظم شأنهم وأنزلهم منازلهم واحترمهم وترضى عنهم، بل وسار على منهاجهم وفهم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهمهم. والويل ثم الويل لمن تنكب صراطهم وأعرض عنهم وتنقصهم وذكرهم بغير الخير. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه والعمل بشريعته واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والسير على منهاج أصحابه الفضلاء رضي الله عنهم. اللهم إنا نسألك أن تجمع كلمتنا، اللهم إنا نسألك أن توحد صفنا، اللهم إنا نسألك أن تهدي ضالنا، اللهم إنا نسألك أن توفقنا إلى كل خير، وأن تهدينا إلى كل بر، وأن تصلح أحوالنا. اللهم إنا نسألك أن توفق ولاة أمرنا، وأن تحفظ أمننا، وأن تؤلف ذات بيننا، وأن توفقنا لما فيه مصلحة البلاد والعباد، وأن تجعلنا لبنة إصلاح لهذا المجتمع ندعو إلى خيره وإلى وحدته وإلى تآلفه وإلى حفظ أمنه، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.